اليوم رح نحكي عن الأشهر الأخيرة من الحمل تبع الخير رولا. صباح الخير، كيف حالك؟ تمام، كيفك انت؟ الحمد لله. حكينا المرة الماضية عن الأشهر الرابع، الخامس، السادس. اليوم رح نخصص اللي هي يمكن الفترة اللي بتكون فيها توتر كتير قبل الولادة، فرح نحكي عن السابع والثامن والتاسع. صح. شو أهم إشي المفروض نعرفه إنه مع الطفل؟ إيش عم بتغير؟ إيش عم بيصير تغييرات؟ هلأ هي هاي المرحلة بيكون فيها توتر وبنفس الوقت في تحمس، متحمسين كتير الأهل ومتحمسين كتير الأم، يعني متحمسة إنه تشوف هالبيبي. فالتغيرات اللي رح نبدأ أول شيء بالتغيرات اللي بتصير بالطفل، وبعدين رح ننقل للتغيرات اللي عم بتصير بالأم. أوكي. هلأ أول شيء التغيرات اللي بتصير بالطفل بالشهر السابع، في عنا صور إذا منشوفهم أكيد رح نبدأ نستعرضهم. بالطفل رح نبدأ أول شيء بالطفل. الطفل أول شيء بالشهر السابع ببدأ ينمو عنده خلايا الدماغ أكتر. أوكي. فوزنه بيزيد كتير بهذا الشهر، عادة بآخر 3 أشهر من حمل بيزيد نص وزنه، يعني إذا البيبي بده يخلق وزنه 3 كيلو، كيلو ونص من هدول 3 كيلو بيكونوا إجوا بآخر 3 أشهر. أوكي، كيلو ونص. كيلو ونص خلال 3 أشهر. نص وزنه للبيبي بيزيد بآخر فترة من الحمل. أوكي. آخر بالشهر من السابع للتاسع، عشان هيك بهاي الفترة الست إنه بتنصح كتير، أو يعني بيزيد حجم المفروض ننبسط لأنه البيبي عم بيزيد وزنه. صح، البيبي عم بيزيد وزنه. أوكي. هلا كثير كمان بيسألوا إنه كيف أزيد وزن البيبي إنه بهاي المرحلة؟ آكل كتير ولا أعمل رياضة ولا نقدر نتحكم؟ أكثر شيء بيزيد وزن البيبي هو النوم. أو الراحة يعني، فهي النوم ما تكون عم تحرك كتير، ما تكون عم تحرك كتير، والنوم بيزيد كتير من هرمونات الحمل بجسمها وبيزيد من وزن البيبي. برافو. أوكي، إذا بخلال 3 أشهر عم بيزيد نص وزن البيبي. نص وزن البيبي. هلأ التغيرات اللي بتصير بالبيبي بالشهر السابع، أول شيء الدماغ عنده بيبدأ يكبر كتير، خلايا الدماغ بتزيد، وكمان بيبدأ يزيد وزنه، بيربي فات على جسمه وبيزيد وزنه كتير. كمان بيبدأ الرئتين، خلايا الرئتين، الرئة تزيد أو تكبر ويعني تنمو أو تنخلق. ياريت نشوف الصور اللي حضرناها. في صور للبيبي. هاي هاي للتغيرات اللي بتصير بالام، رح نحكي عنها. أوكي. بعد هلا هاي الطفل بشهر السابع، هيك بيكون شكله، خلايا الدماغ عنده بتنمو، بيصير بيزيد شكل حجمه، الراس يعني كمان بيزيد، وزنه بيزيد، وبيبدا ينمو عنده الفات يعني او الدهون عنده. هلا بالشهر الثامن بيصير الطفل بيبدا هيك يتكون، نشوفه انه طفل حقيقي يعني، او وزنه بيكون كتير منيح، بيزيد الرئه عنده بتكبر وبتصير هذا بالشهر الثامن. الثامن بالضبط، الرئه عنده بتتكون. عشان هيك بيقولوا اذا ولد الشهر البيبي بالشهر الثامن عاده بيكون في عليه خطوره انه يعيش، لانه هون الرئه عم تتكون، فاذا ولد بالثامن يعني وقفنا تكون الرئه.